نتعرف على حقائق وحقيقة الأشياء. بنتكلم بنقول الفقر والغنى بالمعنى الاقتصادي، بالمعنى أن يكون معي مال أو ليس معي مال، وسنذهب إلى المعنى الحقيقي للغنى والمعنى الحقيقي للفقر. ولكن يعني أهل الله لهم مقولة كده بيقولوا أن الغنى مذموم وأن الفقر محمود، وده معناه أني أظل طول عمري فقير بهذا المعنى؟ نعم، بسم الله وصلاة وسلاما على مصطفاه في مبدأ كل أمر ومنتهى وبعد، فمفهوم الفقر يتجاوز الجانب المادي ومفهوم الغنى يتجاوز الجانب المادي، فلا يقصد بالفقر فقر المال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أيوة. والله هو الغني، أي كيف تتخلق بأخلاق الربوبية أن تكون غنيا بالله، وتتحقق من أوصاف عبوديتك أن تكون فقيرا مما سواه، أي فقيرا لله سبحانه وتعالى، أن تفتقر إليه. كيف تخرج من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، تخرج من أسبابك إلى أسباب الله؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فمفهوم الفقر والغنى ليس بهذا الجانب الظاهري المادي الحسي. وكان أهل الصفة رضي الله عنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا فقراء كما قررنا وكررنا قبل ذلك كثيرا. كان هؤلاء فقراء في مبدأ أمرهم وأذلاء في مبدأ أمرهم. هؤلاء عندما تفرق المهاجرين، المهاجرون تفرقوا، من ذهب إلى السوق ومن قاسم أخيه من الأنصار في ماله أو داره، هذا بعد بعيد الهجرة يعني. نعم. فإلا بضعة قليلة كان منهم بلال رضي الله عنه وسيدنا أبو هريرة وغيرهم، آثروا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطعوا إلى صحبته وانقطعوا إلى الله تعالى، لا يسألون الناس إلحافا، وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم على التجريد، أي التوكل على الله حق توكله، فلا يسألون الناس إلحافا، فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن يطعمهم وفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطعام طعموا، وإلا فهم ناظرون للحق لا يسألون أحدا طعاما ولا شرابا.